دور القطاعين العام والخاص للنهوض بمنظومة الترخيص الوطنية وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، عناوين فرعية جاءت في مؤتمر تطوير ترخيص الأعمال الذي افتتحت أعماله وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي. نظمنا هذا المؤتمر بالتعاون مع البنك الدولي، أولا لعرض البرامج التطوير الأعمال والتراخيص في الأردن، وبنفس الوقت الاطلاع على البرامج العالمية الدولية والعربية، كيف استطاعوا أن يبسطوا من الإجراءات والتراخيص. موضوع الرخص مهم جدا، لأنه مرات لما بتراجعوا الرخص توجد أن هناك رخص غير ضرورية أو يمكن دمجها برخصة أخرى، وبالتالي حتى تستطيع أن تستثمر وتجذب الاستثمار إلى دولتك لابد من مراجعة هاي الأمور. أهمية آفاق التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص والشراكة الحقيقية كان من أبرز الأمور التي تم التأكيد عليها لتعزيز الدور الاقتصادي الهام الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تحقيق الأهداف التنموية. يعتبر موضوع تطوير تراخيص الأعمال من المواضيع التي تهم القطاع الخاص، وهذا ما يؤكد على أهمية عقد هذا المؤتمر على مدار يومين، وذلك لمناقشة العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بمنظومة التراخيص وتأثيرها على جاذبية البيئة الاستثمارية وسير الأعمال والتنافسية وغيرها من الجوانب الأخرى، وذلك الخروج بأهم التوصيات والخطوات المستقبلية التي تتمكن من خلالها من تطوير وإصلاح منظومة الترخيص الصناعي القطاعي. ويتضمن المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين جلسات حوارية تناقش الممارسات الجيدة والأساليب الحديثة لبناء خدمات حكومية متكاملة ومترابطة، بالإضافة إلى عرض تجربة أمانة عمان الكبرى حول مكونات الترخيص الفعال. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.